طيب احنا معانا تقرير تاني لحارس مرمى، انت شايف ان هو مستقبل لحراس مصر؟ عارف مين؟ لا عامر. عامر لا، عامل حارس كبير، حارس مش مستقبل، حارس هو دلوقتي حارس كبير، انا كنت باخده في المنتخبات من بدري. لا هو حارس كبير، عامر بقاله اكتر من 10 سنين بيلعب في الدوري الممتاز. طيب احنا هنسمع يقول ايه ونرجع تاني عشان عاوزين نعلق على حته كده صغيره معاك كده اتفضل. بالنسبه لحراس المرمى. هتكلم عن كابتن احمد ناجي. كابتن احمد ناجي من افضل المدربين الموجودين في مصر، ومن افضل المدربين الموجودين في الشرق الاوسط. مدرب ناجح، خبره اكتر من 30 سنه، طبعا بطولاته بسم الله ما شاء الله اكتر من 38 بطوله، مع سواء مع النادي الاهلي او مع منتخب مصر. وكلاعب ايضا كان ليه بطولات كتير جدا مع النادي الاهلي، حصل على الدوري العام 3 مرات، و2 كاس مصر و2 افريقيا، ومع نادي الترسانه حصل على كاس مصر، ومع السويس حصل على الوصيف. كابتن احمد ناجي كان ليه الشرف ان انا كنت موجود معاه في منتخب مصر فتره من الفترات، وطبعا ما كملتش للاصابه، لكن الحمد لله ربنا يعني اراد ان انا اشتغل مع كابتن احمد ناجي تاني. فحاليا بنشتغل مع بعض في نادي سيراميك كليوباترا. مدرب عظيم، مدرب كبير جدا، انا شخصيا بستفاد منه يوم بعد يوم. هو الحمد لله مش بيبخل ان هو يطلع كل خبرته دي للحراس كلهم. طبعا لما شخصيه زي كابتن احمد ناجي تطلع حارس عملاق، حارس كبير زي عصام الحضري، فاكيد ان الشخصيه دي شخصيه جميله جدا، شخصيه مجتهده في شغلها، بتحب شغلها، وانا بصراحه بشوف ده على الطبيعه. كابتن احمد يعني مفيش حاجه بيبخل على الحراس فيها، كل خبرته التدريبيه بيطلعها بيقولها لنا، فانا اتمنى له دايما الصحه. هتقول له ايه بقى؟ واقول له انا مبسوط جدا ان انا يعني هو انسان يعني متكامل، شخصيه متكامله. امتى نشوفه في منتخب مصر؟ احيانا انت بتبقى بيطلع الحراس ان هم شويه خلل، مجانين شويه وحاجات زي كده، ده اكسبشن. هل دي فعلا المقوله دي اللي هو اللي احيانا من كتر يعني الهبد والرمي والكلام ده؟ لا مش كده، لا طبعا دي علميا مش كده، علميا انه تحت ضغط عصبي شديد على طول، وحاسس ان كل الناس عايزه تاكله، وحاسس ان وحيد واقف لوحده، وشوف كام حاله نفسيه. نعم. فبيجي لك يعني مثلا لما ست تبقى مثلا ما بتخرجش، قاعده في البيت على طول، بيجي لها حاله نفسيه، يعني عنده الهسهس. بالظبط كده. فعامر ما فيهوش عاقل جدا، موهوب جدا، ملتزم جدا. امتى يشوفه في منتخب مصر؟ هو جه على منتخب مصر على فترات كتير، يعني انا خدته اكتر من مره وانا في المنتخب، وهو دلوقتي ان شاء الله باذن الله يعني احنا في بنعد ان شاء الله ان هو يبقى، يعني لو شافوه ان هو يستحق ان شاء الله يبقى ان شاء الله.